جزء بسيط كده من المحاضرة اللي فاتت عايزة أنبهكم عليه. طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الميكانيزم اوف ديسنيا ان ليفت سايدد فيلير، دي مكلكة عايزين نفهمها. ميكانيزم اوف ديسنيا ان هارت، طيب عندي هارت فيلير وعندي لان كونجيشن نهجت ليه؟ الالفيولس عبارة عن كابيلرز، الالفيولس عبارة عن كابيلرز، ولما الهواء بيخش في الالفيولس انت بتاخد انسبيريشن. ايه اللي بيخلصه؟ انت عملت كده، ايه اللي وقف الانسبيريشن؟ مهم جدا لازم تعرفه. الهواء اللي دخل في الالفيولس على الضغط من الى في ريسبتورز، بارو ريسبتورز، اي ريسبتورز سيموليتد باي بريشر، تطلع الانسبيراتوري سنتر تقول لك فين، والا نفرقع. افضل اعمل الى ما لا نهايه، انا بعمل الاقي النفس خلص. خلص بايه؟ بالهواء اللي دخل في الالفيولس العاديه، اتنفخت شويه، ضغطها زاد، لما زاد عمل ستيميوليشن ريسبتورز، راحت للبرين ستيم، ستوب انسبيريشن، اكسبيريشن سبيسيف، سبيسيف من غير سنتر ولا حاجه، خلاص. طيب الالفيولس دي كل الول بتاعها كابيلرز، لما تبقى كونجست تبقى ريجيد، تبقى ريجيد، اي هواء قليل جدا توصلك للضغط اللي انت كنت بتبقى ستيميوليتد بيه. هقربها لكم زياده. الالفيولس العاديه بالونه، هدخل فيها 20 سنتي هواء، هتتنفخ قد كده، 20 سنتي هواء يعمل ستيميوليشن ينهبت الانسبيريشن، تحولت من بالونه الى فوتبول. ال 20 سنتي هواء كتير قوي عليه، فاقل هواء يوصلها للضغط لان الوول از ريجيد، مع اقل كميه هواء توصل ده. خلي بالك ان الاستيميوليشن اوف انهيبيشن اوف ريسبيريشن ما بيجيش بالفوليوم، ده بالبريشر. فالبريشر بتوصل له بسرعه جدا لانها ريجيد الفيولس، كانها بتحولت من بالونه الى فوتبول. اقل هواء يوصلني للرقم اللي انا عايزه ينهبت ريسبيريشن. فالعيان بدل ما يتنفس كده يتنفس كده، كل ما يدخل هواء يستيموليت الريسبتورز، ده اسمه هيرنج بروور ريفلكس، ده اسمه هيرنج بروور ريفلكس. طب هنفضل نحكي الحكايه دي؟ لا اقول لك قبل، اكسجريشن اوف هيرنج بروور ريفلكس، اكسجريشن. في ريفلكس تاني لما تبقى الفين كونجستد، تشيرشل كوب، تشيرشل كوب ريفلكس ده ممكن ينهبت او يستيموليت ريسبيريشن، يخليك كده لما يحصل كونجيشن. وانت لما تعمل ليفت سايد فيلير، الكونجيشن يبدا منين؟ من الفينوس سايد، من الفينوس سايد، الارتيريال سايد من الناحيه اليمين، وبعدين كابيلرز، وبعدين الفينوس سايد. كونجيشن اوف ذا فينوس سايد، خلي بالك من الكلمه، في هيرنج بروور قلنا اكسجريت لانه اصلا موجود، تشيرشل كوب مش موجود، يبقى ابييرنس، يبقى في تو ريفلكسز يخليك تنهك بسهوله جدا في الهارت فيلير. Exaggeration of the already present hearing bro reflex and appearance of Churchill Cooper reflex. دي الحتة اللي كنت في المحاضرة اللي فاتت ناقصة، الميكانيزم of dyspnea in heart failure. تاني عرض من الأعراض أورثوبنيا. تاني عرض أورثو، يعني إيه؟ أورثو يعني ستريت. في أورثوزوكس اللي هم الستريت. وبنيا يعني إيه؟ يعني comfortable respiration. يعني comfortable respiration in a straight position. ادي كلمة orthopnea. orthopnea means لغويا comfortable respiration in a straight position. طب هو يعني ايه يعني؟ طب ما اي واحد فينا قاعد كده هيتنفس كويس. هنقلب التعريف، هنقلب التعريف. orthopnea is difficulty in respiration on lying flat relieved by sitting. If not relieved by sitting ما بقتش أورثوبنيا، بقت great for dyspnea، بقت great for dyspnea. أورثوبنيا means difficulty in respiration on lying flat، أنا نايم تعبان جدا جدا، relieved by sitting لما أقعد نفسي يرتاح. This is أورثوبنيا. بديهية أوي الأورثوبنيا. هو الأورثوبنيا أنا بقول عرض من أعراض الشمال ولا اليمين؟ عرض من الشمال، إذا اليمين سليم.
اذا لو نمت فلات الفينوس ريتيرن بيزيد، وبيزيد لواحد سليم وبيدي دم اكتر للرئه وما بيروحش الشمال، لان الدم الشمبر ريفيل بيسيب الدم فوقيه، اي ان اللنج كونجيشن يزيد باي فلات بوزيشن. هقعد على طول، هقعد هبقى قاعد كده مش قادر اروح قاعد نهجان. ليه؟ لان ده بيحصل في هذا المنظر اللي هو انكريز ان ذا فينوس ريتيرن. زود عليه بقى الكلمه اللي اتفقنا عليها المحاضره اللي فاتت، الفيرتيكال دايامتر اوف ذا شست، الفيرتيكال دايامتر وانت نايم بيقل. طب بلاش، انت مش عايم خالص لكن كلت اكله فظيعه مش هتعرف تنام، لان المعده اتملت طلعت الدايفرام، فالفيرتيكال دايامتر اللي هو اهم واحد قل، مش هتعرف تنفس. تلاقي نفسك تيجي تنام تروح قاعد مع انك مش مريض. يبقى الارثوبنيا اما من الهارت due to increase in the venous return، والانكريز فينوس ريتيرن يزود اللنج كونجيشن، واما بوزيشنال يعني ده فريم عالي، ست حامل بتعلي المخدات شويه في نهايه الحمل، واحد واكل اكله كتيره، واحد عنده اسايتس مش قادر ينام لان الدايفرام كده. دول اورثوبنيا واضح، اورثو يعني ستريت، وبنيا يعني كومفورتبل ريسبيريشن. اورثوبنيا از ديفيكولتي ان ريسبيريشن اون لاين فلات ريليفد باي سيت، وده عرض حلو جدا جدا يساعدك في الديسنيا. يعني قربت اهو، انت بتشكي من ايه؟ بشكي من ديسنيا او خير، هيقول لك انا ديسني. طيب السؤال ازاي بالارثوبنيا؟ بتنام على كم مخده؟ بتنام على كم مخده؟ يقول لك بنام على مخده واحده. مرتاح؟ اه مرتاح. عمره ما يبقى ارثوبنيا. يقول لك لا انا بضطر اخليهم ثلاث اربع مخدات عشان ابقى جسمي عالي شويه، او ده ارثوبنيا. الارثوبنيا الميكانيزم اتفقنا عليه انه increase in the venous return plus elevation of the diaphragm، فبيخلي العيان ما يبقاش مرتاح وهو نايم. ده العرض الثاني. يبقى احنا عندنا اعراض للليفت سايد فيلير، العرض الاول الديسنيا، العرض الثاني الارثوبنيا، العرض الثالث كونكلوزيف يعني تحلف عليه. لما يجي لك واحد يقول لك انا بنهج، ممكن يبقى تخين وبينهج لما يمشي، ممكن يبقى برونكايتس، ممكن يبقى اي حاجه مش بيقول ده هارت. اورثوبنيا ديسنيا، اورثوبنيا اقوى من ديسنيا بس، اورثوبنيا بس، لكن باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا تو ذا بوينت، يعني تقدر تقسم عليها ان الراجل اللي عنده ليفت سايد فيلير. تقسم يعني ايه باروكسيزم؟ نوبة نوكتورنال مسائية، ديسنيا نهجان، هي نوبة النهجان المسائية، باروكسيزم نوكتورنال ديسنيا. ده من اهم الاعراض التي تشير الى ان في ليفت سايد ديليشن. جميل جدا جدا. طيب الميكانيزم سهل جدا جدا جدا، مفيهوش اي مشكلة، لكن الوصف، وصف الحالة، ده راجل نام وعينه راحت في النوم. كل كلمة بقولها لها معنى، نام وعينه راحت في النوم. يعني نام بعد ساعتين من النوم أو ساعة ونص يقوم مفزوع، يجري على الشباك، يفتح الشباك. ليه؟ هو اعتقد إن الأكسجين خلص من الأوضة، هو قام مخنوق، يقعد يتنفس من الشباك ويكح رغاوي، يكح رغاوي ويعود ينام وكأن شيئا لم يكن. تتكرر مرة في الليلة عادة مرة، إنما لو الأمور سيفير ممكن تتكرر أكتر من مرة في الليلة، مرتين أو ثلاثة. خلي بالك early in night، دي بتحصل early in night. تمام؟ يبقى الباروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا نوبة النهجان المسائية بتحصل لواحد عنده left side lesion، وتقدر تحلب بيها تقول ده left side غير الديسنيا أورثوبنيا. فما بالك لو التلاتة؟ ده نحلف وأنا مرتاح إن ده left side lesion. ايه الميكانيزم بتاعها؟ سهل جدا جدا. انت نايم على ميزان، عيان القلب ماشي على ميزان، اتنين في صالحه واتنين ضده، اتنين في صالحه واتنين ضده. ايه اللي في صالحه؟ اللي في صالحه ان لما ابتدى ينام الرينال سيركوليشن اتصلحت، فابتدى الدايوريسز، ف
فالبلد فوليوم قل، ده لصالحه. تمام؟ اللي في صالحه تاني ان لما نام وشد البطانيه واللي حاف حصل فيه فازو دايلاتيشن في السكين، خد جزء من الدم، يبقى الدم اللي راجع للقلب من الناحيه اليمين قل، وبالتالي ذا لان كونجيشن قلت. قلت بحاجتين، واحد الدايوريسيس اللي حصل لان الرينال فانكشن صلحت لما تصلح الكارديك اوتبوت، نمره 2 الفازو دايلاتيشن اللي حصل خد جزء كبير جدا من الدم. وفي اتنين ضدك بقى، نمره 1 انك نمت فلات، انك نمت فلات، فالفينوس ريتيرن عالي غصب عني، الايفكت اوف جرافيتي راح. نمره 2 اي واحد فينا، اي واحد وهو ماشي بيحصل شويه اكسترافازيشن اوف ذا فلويد اوتسايد ذا فيسلز طول النهار، انت بالليل رجليك هتلاقيها اتقل شويه من الصبح، الصبح تلبس الجزمه بسهوله، بالليل تلاقيها ضاقت عليك شويه، ده فيسيولوجيكال عاديه جدا. عيان القلب بيحصل ابسوربشن، او عيان القلب واحنا اي واحد فينا وهو نايم بالليل بيحصل ابسوربشن اوف اديما فلويد، الاديما اللي طلع دي ترجع تاني فتزود حجم الدم، يبقى انا بوظت الدنيا بانكريز فينوس ريتيرن، ان انا نمت فلات وابسوربشن اوف اديما فلويد، واتنين كانوا في صالحي. لو اللي في صالحك اكتر هتنام للصبح كويس، لو اللي ضدك اكتر اديما كانت كتير، واكل ملح كتير، عيان اديمتس، لم ميه كتير دخلها في البلد، نايم فيري فلات مش معالي المخدات، بقول الاثنين اللي ضده اكتر تغلب. طب وايه يعني؟ انا بتكلم على ليفت سايد تعبان مش رايت، الدم راح للرايت سايد، زود الدم للرئه، حصل كونجيشن، انا نايم كونجيشن، انا نايم كونجيشن، انا نايم، لحد ما كونجيشن يطلع ميه في الالفيولاي. يعني في روايه اخرى بدل ما اقول باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا سهل جدا اقول اتاك او بالمونري اديما، فعلا بالمونري اديما، لان الكابيلرز لما الضغط عالي فيها رشحت، عملت ترانسليشن اوف ذا فلويد انسايد الفيولوس. كل واحد فينا بيقوم بالليل، يعني ده ماكسيمم سليب بيبقى قليل مش كتير، كل تلت ساعه وانت بتتقلب وانت بس بتكمل نوم، this is fraction of second بتكمل نوم، الفراكشن اوف سكند بتاعته دي يقوم يلاقي نفسه حفظ الكلمه بقى، احفظ الكلمه، he is drowned in his secretion، غرقان، يقوم يروح قاعد يفتكر الاكسجين خلص، يجري على الشباك يفتحه عشان يتنفس، يطلع ايه؟ ميه، الميه اللي كانت في الالفيولاي، يبقى فروثي سبيوتم، فروثي، يطلع بقى ميه برغاوي، والعيان يرجع ينام تاني لانه نظف رئته من هذا الماء. دي باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا، تقسم عليها ان ده ليفت سايد فيلير؟ يس يس، مفيش ميكانيزم في الدنيا يعمل كده الا ليفت سايد فيلير. رايت سايد سليم، بيجي له دم كتير، يطلع الرئه، يفضل يزود في الكونجيشن، يزود يزود لما يحصل بالمونري اديما. وعشان كده تقول لي يعني بالمونري اديما تساوي هارت؟ اقول لك لا، واللي سم كلور هيجيله بالمونري اديما، دي كارديوجينيك، دي بالمونري اديما كارديوجينيك، لكن عندنا نان كارديوجين الاي ار دي اس، ما هي نان كارديوجينيك بالمونري اديما، التسممات اللي كتير جدا جدا، لا دي عندي كارديوجينيك. يبقى عندي مشكلتين في التشخيص، المشكله الاولى ان هل دي بالمونري اديما كارديوجينيك او نان كارديوجينيك، دي المشكله الاولى، ودي تهمني جدا، اظن اما احط سماعه على الليفت سايد واسمع جالوب انتهت المشكله. المشكله الثانيه ما تكونش خالص اللي انا بفكر فيه، يكون برونكال اسم، يكون الراجل عنده برونكال اسم بس انتهت المشكله، والبرونكال اسم حاجه ودي بالمونري اديما وهنسميها مؤقتا كارديك اسم. يعني ايه اسمه؟ يعني ايه اسمه؟ اسمه يعني تشيست ويز، اسمه يعني تشيست ويز، البيشنت وتشيست ويز هو اسمتك، ممكن يكون كارديك اسمه، تشيست ويز ده من قلبه، او برونكال اسمه من رئته، تفرقة بينهم تسقط، اللي ما يعرفش يفرق بين الاثنين يسقط، اقسم بالله العظيم حرام في النجاح. ليه؟ علاج واحد يموت الثاني، ما البرونكال اسمه ده زمان كنا نديله امبول ادرينالين، تخيل لو كاردياك راح، الكاردياك اسمه ياخد امبول مورفين، تخيل لو برونكال راح، عشان كده ممنوع طالب يتخرج من كل الطب الا ما يعرف الجدول اللي بيفرق بين البرونكال اسمه والكاردياك اسمه، مهم جدا جدا.
عشان كده بقول لك تحلف على المصحف لما تلاقي واحد بيحكي لك القصه دي انه هارت فيلر، تقول لي بس بشرط ما يكونش برونك الازمه وما يكونش نان كاردوجينيك بارانويديما. لو الاثنين دول اقسم بالله العظيم ده ليفت سايدد ليجن. لو استبعدت الاثنين دول، اولا استبعدت البرونك الازمه سهل قوي، استبعدت ان هو نان كارديوجينيك بارانويديما، اقول لك لا ده كارديوجين خلاص بقى ليفت سايدد ليجن. يبقى عنده لي ديسنيا وعنده أرثوبنيا وبيحكي لي قصه انت عمرك ما هتشوفها الا كنت نبطشي. شوف عيان قام بالليل ده نبطشي، انما هو بيحكي قصه. انا بيجي لي ازمه بالليل اقوم افتح الشباك واكح وكده، فاهم؟ فده سهل جدا جدا جدا. حصلت مره في الليله ماشي، ساعات تحصل مرتين. عشان كده العيان بنساله، خلي بالكم من قواعد الاسئله في الطب، don't lead the patient. يعني من هو الحلوف اللي يقول العيان ها انت بعد ما تنام بساعتين كده بتقوم مفزوع نفسك مكروش وتروح على الشباك تفتحه كأن الاكسجين خلص وتكح رغاوي؟ لو عايز يستفيد من مرضه هيقولك اه، هيقولك اه، ما انت قلت له الاجابه اهو. لا، اخبار النوم بالليل ايه؟ اخبار النوم بالليل ايه؟ يقولك ما عمري ما كمل الصبح، عمري بتفزع. هو اللي يوصف، مش انت توصف وهو يؤمن. ممنوع don't lead the patient، ممنوع حد يمشي العيان على الكلام ده. عشان كده هو بيوصف الوصف دقيق جدا، تقول له لو دي مش برونكيال أزمة ولو ده نان كارديوجينيك بارانويديما اقسم بالله العظيم انت ليفت سايدد هارت ليجن. عندنا بارانويديما نوعين، كارديوجينيك ونان كارديوجينيك. نان كارديوجينيك ده سؤال خاص مستقل، يعني كيف تفرق بين برونكيال أزمة وكارديك أزمة؟ التايم اوكرنس بتيجي الساعه كام؟ الكارديك أزمة بتيجي بعد ساعتين من النوم، يعني لو نام 10 12 يصحى، لو من 12 2 يصحى. لكن تعال بقى في البرونكيال أزمة، لو انت دخلت نمت وبعد ساعه واحد صحاك من اهل البيت قال لك يا فلان قوم اتعشى، ده انت نسيت تتعشى احسن تموت، هتقوم متضايق، هتقوم متضايق ان خلاص نمت ساعتين، تقرفني بقى وطيب حاوم اتعشى. طب لو سابك ساعتين تنام، دخلت 12 بصحيك ساعة 2، هتبقى رزل في الإجابة. طب 3 ساعات هتبقى تشتم. طب صحاك بعد 4 ساعات هتضرب. ليه؟ كل شوية النوم له دبث بتنزل بيه. الصلاة الوحيدة يا أولاد اللي فيها الصلاة خير من النوم هي صلاة الفجر. طب ما احنا بننام الظهر، ليه صلاة العصر ما فيهاش صلاة خير من النوم؟ لأن الريزم أوف سليب بيزيد، بتزيد النوم لحد الفجر. This is the maximum time sleep. اللي يصحى الوقت ده يبقى بطل، انه بيصحى في وقت ضد الفسيولوجي، تمام؟ طيب صحي ضد الفسيولوجي، انت بتنام، يبقى ده maximum time sleep عند الفجر. موافقين؟ طب انت بتنام سيمباثيتك ولا باراسيمباثيتك؟ تقول لي طبعا باراسيمباثيتك. tone of the parasympathetic بيزيد وانا نايم. برافو عليك. باراسيمباثيتك برونكو دايليتور ولا كونستريكتور؟ لا كونستريكتور. اقول لك اذا الفجر is the maximum time of sleep، is the maximum time of parasympathetic tone. بص اللي جاي بقى، is the maximum time of bronchospasm. يبقى ده بيقوم على الفجر، لكن ده بيقوم ساعتين قيمه بس ما يحصل increase congestion. ده فرق مهم جدا. بتقوم الساعه كام؟ الرونكاي والكريبتيشن، دي حاجه ودي حاجه هنتكلم عليها بعدين. ده صوت وده صوت مختلف تماما. حط السماعة، ده بقللة، ده صدره بيبقلل، لكن ده بيزمر بيصفر صفير وأنا ممكن أسأله. بعدين فحص القلب، ساعات يبقى فحص القلب صعب شوي لأن العين بينهج مش قادر ينام. إنما لو لقيت هارت ليجن خلاص بقى كارديك بروبلم، الهيستوري أنا عندي ضغط باخد علاج و و و كل ده هيستوري يرجح كارديك. إذا الريبيتيشن، واحد قال لك ده انا دي عندي بقالي 15 سنه، في عند قلب يقعد 15 سنه من غير علاج يبقى برونكل، بقالي شهر او شهرين. طب مين الغلس؟ العين غلس، يقول لك دي اول مره تجيلي، اول مره ملوش هيستوري، دي اول مره، يبقى انت هتتعب فيها نفسك. ساعات بنلجا الى انفستيجيشن، اوعى حد يقول اي سي جي العين مش عارف ينام، ولا اكس راي هتاخد وقت طويل، ولا سي تي تبقى بتهرج.
تعمل حاجه سيركيليشن تايم. سيركيليشن تايم هجيب سكرين، سكرين اللي بتاكلوه ده امبولات، وحقنه في الوريد. سكته العاديه يمشي سوبيريو في الكافه، رايت اتريوم، رايت فنتريكل، بالمونري ارتري، لانج، ليفت اتريوم، ليفت فنتريكل، اورطا، كاروتيد، لينجوال. احس ببقي اول ما يجي عند اللينجوال هيحس ببقي. ده اسمه ارم تو تانج سيركيليشن تايم. عيان الكارديك اسما ده عنده بروبلم في الهارت، يبقى برولونج سيركيليشن تايم، بدل ما هو 11 ثانيه يطول عن كده. عيان البرونكيال اسما نورمال، قلبه زي الفل، يبقى لو غلبنا او ما حدش بقى يعمل التست ده خالص دلوقتي، لان الدكاتره بقت ودانها عظيمه جدا، وبالسماعه في ثانيه اقول لك ده برونكيال اسما ولا كارديك اسما. التفرقه مهمه جدا جدا. السبيوتم ده فروسي سبيوتم بتاع الهارت، لان شويه ميه في الرئه وطالعين، دوكا سيك سيك سبيوتم، لانه ده الميوكس شخصيا هو اللي طالع. حتى الاتاك تنتهي بسيك بيلت او سبيوتم، حاجه لزجه جدا. يبقى الباروكسيزم النكتورنا ديسنيا خلصناها، هي عرض يشير الى الهارت فيلير ويقسم بشرط استبعاد النان كارديوجينيك بروميديما والبرونكيال اسما. كيف تفرق ببرونكيال اسما من كارديك اسما؟ قلنا الجدول ده مهم جدا وذكروه كويس جدا جدا جدا. ريبيتد شيست انفكشن، طفل كل شتا يجي له برونكايتس. شوف قلبه، شوف قلبه كويس. بلاش طفل، راجل كبير كل شتا يجي له وينتر برونكايتس اللي احنا بنستسهله. شوف قلبه لا يطلع فيه ليجن في الليفت سايد. هيموبسيس، دم في الكح، ممكن يبقى اكثر من صوره، هنتكلم عليه واحنا بنتكلم في المايتروسنوزس. اكثر من صوره ممكن يبقى فرانك هيموبسيس، دم دم. لو انا نايب جالي عيان عنده سيفير هيموبسيس افتكرته هيماتيمس، افتكرته بيطرش دم مش بيكح دم، فده نقطه مهمه جدا جدا جدا. وممكن الهيموبسيس يبقى بلاد تينج سبيوت، يعني بلغم معرق بدم نتيجه الكونجيشن اوف اللنج والسترين اوف كف، يطلع شويه بلغم كده من اول فرانك لحد كده. كثيرا جدا يكون ده عرض من اعراض الليفت سايدد ليجن. مش معنى كده ان كل واحد كح دم بقى ليفت سايدد ليجن، ممكن يكون برونكيال كانسر، ممكن يكون برونكيكسز سكه اللي هي في الايبكس، ممكن يكون سيفير انفكشن، ممكن بالمونري امبوليزم، ممكن اي حاجه. الهيموبسيس له اسباب عديده، احدى هذه الاسباب لانج كونجيشن. كف طبعا هيكح، عنده لانج كونجيشن وما يكحش ده يبقى قليل الادب يعني. طيب ايه نوع بقى الكف هنا بقى؟ واحد قال لك انا بنهج وبكح، بتاع الشيست ينهج ويكح صح، وبتاع الهارت ينهج ويكح. بتاع الهارت النهجان قبل الكحه، ديسنيا بريسيد كف، النهجان قبل الكحه، بينما عيان الشيست الكحه قبل النهجان، يفضل يكح 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 لما رئته تبوظ يبتدي ينهج. دوكها اول حاجه ينهج لان في لان كونجيشن ثم يكح. طبعا فرق مش قوي قوي لكن نخلي بالنا. اذا عيان الليفت سايد ليجن عنده ست اعراض نخلي بالنا كويس جدا منها. واحد ديسنيا اتكلمنا عليه بالتفصيل، اثنين اورثوبنيا اتكلمنا عليه بالتفصيل، ثلاثه باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا وازاي نفرقها عن البرونكيال اسما، ريبيتد شيست انفكشن، هيموبسيس اند كف. دول اعراض الليفت سايد ليجن. بقى عندي لسه الرايت سايد. طيب احنا بنقول الشيمبر اللي فيل يرفض دخول الدم جواه، مش متفقين على كده من الاول خالص؟ طب ده الرايت سايد بقى، اذا هيرفض دخول الدم منين؟ من السوبيريور والانفيرور كاف، من السوبيريور والانفيرور كاف. سبيرو فينا كافا بيدرين البرين اهم اورجان، والانفيرو فينا كافا بيدرين البودي كله، الليفر والستومك والبرتونيوم واللور ليمب والكدني كله. تمام، يبقى الاعراض نتيجه كونجيشن اوف ذا برين، موافق، ذا ليفر، موافق، ذا ستومك، موافق، ذا بيريتونيوم، موافق، ذا كيدنيز، موافق، ذا لور ليمب، موافق. ادي اعراض الرايت سايد فيلد اعراض. طب هتقول لي هنا congestion of the brain، اقول لك headache وinsomnia، headache وinsomnia، صداع وقلة نوم. ايه الحاجات اللي تخلي العيان ما يحترمكش؟
ايه الحاجات اللي بتخلي العين ما يحترمكش؟ انك تسال السؤال مرتين. اسمك ايه؟ محمد ابراهيم حسين. حضرتك قلت لي اسمك ايه؟ اوعى تعمل كده. فانت عندك دلوقتي طالب مذاكر بالحرف مر عليه باروكسيزما النوكتورنال ديسني، فانت سالته اخبار النوم ايه؟ لان احنا دونت ليف ذا بيشنت. هو الطالب بقى الشاطر خلص دول، قال لك يلا هبتدي في سيستميك كونجيشن، ها اخبار النوم ايه؟ السؤال بيكرر. فالسؤال بتاع اخبار النوم ده هيقول لك اما ارق، ما عنديش نوم خالص، انما دوكا مش عارف ينام من هجان، قصه ثانيه خالص، بيعلي المخدات. يبقى اخبار النوم ايه؟ ضربت لي عصفورين بحجر، مره في الكونجستيف لانج سيمتوم عشان اطلع الباروكسيزما النوكتورنال ديسنيا، ومره في الرايت سايد فيلير عشان اطلع الانسومنيا والهيدك بتوع الرايت سايد. يبقى كونجيشن اوف ذا برين يدينا انسومنيا. على فكره ممكن الكونجيشن اوف ذا برين يصل الى البابليديما، يصل لحد البابليديما، يعني ممكن يلخبطني مع برين تيومر ان انا اعمل فاندس اكزامينيشن عين عنده بابليديما، ممكن توصل لكده. طيب ننزل على تحت بقى الليفر. الليفر از ان سنسيف ستراكشر، عضو ما يحسش. يعني لو نيمت واحد باي طريقه ولوكال وفتحت له وجبت سكينه قطعت الليفر، العين يبتسم وسعيد جدا. الحاجه الوحيده اللي بيحس بيها الليفر الكبسول. الكبسول هو الحاجه الوحيده اللي يحس، ويحس الحاجه واحده بس ستريتش مش تقطيع. يبقى الليفر كبسول. سبحان الله سبحان الله، عشان تحس بالسايز اوف ذا ليفر، فربنا جعل فيه ريسبتورز في الكبسول للستريتش فقط. طب كونجيشن اوف ذا ليفر ستريتش اوف ذا كبسول طبعا، يبقى عنده بين في مكان الليفر. الليفر مش هنا بس يا اولاد، هنا وهنا، يبقى عنده بين ان ذا ابيجاستريوم اند رايت هايبوكوندري. ساعات البين ده يجي في صوره اكيوت ابدومين. احنا شفنا طفل صغير عنده سيفير رايت سايد هارت فيلير جايب اكيوت ابدومين واتفتح، والله العظيم اتفتح على انه زايده. فممكن يجي العيان بتاع الليفر كونجيشن على انه اكيوت ابدومين. طبعا ده نادر جدا، بس بنبهكم لها لان حصلت معانا، لقينا عيان جاي لنا سيفير هارت فيلير وبطنه مفتوحه على انه اكيوت ابدومين. ادي الليفر تمام، ماليش دعوه بالفيزيكال ساينس، انا لسه ما كشفتش، انا بتكلم على اعراض بين ان ذا رايت هايبوكوندريوم اند ابيجاستري. طب الاستومك اما تبقى كونجستد، لا نفس ولا ياكل ولا يبص الاكل ويتآية كمان، يبقى عنده نوزيا وديسبيبسيا وفوميتنج من نتيجه الكونجيشن اوف ذا ستومك. طبعا دي فيها لعبه كبيره جدا، ان احد الادويه اللي بنكتبها للقلب كنا بنكتبه فيري اكستنسيف، كنا بنكتبه الديجيتاليس. طب احد اعراض الديجيتاليس سوكسيستي اللي انا بقوله ده نوزيا وفوميتنج وديسبيبسيا والكلام ده كله. عشان كده هل هو عيان اندر دوز وده كونجيشن اوف ذا ستومك، ولا اوفر دوز وتوكسيستي؟ هنبقى نتكلم فيها بعدين. انما الاستومك لما تبقى كونجيستد دي اعراض زي ديجيتاليس سوكسيستي بالظبط. كدني لما تبقى كونجيستد من الفينس سايت يحصل اوليجوريا واصدار كونسنتريتد يورين، يعني يقول لك انا حاسس بول قل وغامق، اوليجوريا واصدار كونسنتريتد يورين، يعني الصبح يبقى البول قليل وغامق جدا مش ارتيريال، انا بقفل بزود الفينوس كونجيشن في الكدني. البريتونيوم ديستنشن اول ما العيخ، بصوا بقى بصوا ديستنشن عرض من اعراض الرايت سايد هارت فيل، تخيلوا ديستنشن. وبعدين اديما كونجيشن اوف بوث لوور ليمز، يدينا اديما اوف بوث لوور ليمز. يبقى ما هي اعراض الرايت سايد هارت فيلير؟ headache وانسومني، pain in the right hypochondria هو epigastrium، dyspepsia و vomiting ونوزيا وكلام ده، distension وليجوريا وصدار concentrated urine and edema أو swelling of both lower limbs. نكمل المحاضرة الجاية إن شاء الله.